خطير. صوب يا ولد، صوب يا ولد، صوب يا ولد، صوب يا ولد. الله عليك، الله عليك، من تاني تسلم رجليك. بص شوف وليد سليمان بيعمل ايه، بص شوف وليد سليمان والله عمل اللي عليه. قلت لكم ثنائيات ثلاثيه منها عاشور لادهم السايبو لعبد الله السعيد، حلوه من قدام المنطقه، تسديده جامده، جول جول جول. ايه يا ابن الجمال ده، فوقتنا خضتنا وليد سليمان واحده، ايه مدفع 1-0. المفاجاه الهجوميه والابتكار الفردي والشجاعه وليد سليمان. سهل الاهلي بدايه الشوط الثاني، كره اماميه طويله، انطلاقه ثانيه ابو تريكه، جنب منه تحضير، هوبا تمرير، وليد سليمان العالمي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا وليد يا وليد يا وليد، هدف جديد في جديد، وليد صاحب الهدف الجديد في جديد. لا لا لا، هدف فين؟ هدف في عش الدبابير يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الاهلي 3-1 في مباراه من احلى المباريات، في 18 دقيقة ناس تفرح وناس اخرين يعني ياخدوا التعليمات. اذا وليد سليمان في فريقه السابق في تمريرته الجميلة، بص شوف مطعم سليمان ينطلق ويتقدم، لمسه لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد هنشوف هيربط ازاي مع بقيه اللاعبين النهارده. وادي وليد سليمان حوالين منطقه التمد، هوب، الله 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 الله، جول 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 بمهاره الكبار بروعه المبدعين وليد سليمان. سليمان تسديده روعه روعه روعه، خلت يعني ابراهيم عبد الجواد فين؟ الكره في الشبكه وانت فين وفين؟ لقب هذه البطوله من قبل، لو فاز الاهلي هيبقى اول فريق يفوز بهذه البطوله، بينما استفقسي التونسي قلت لحضراتكم 4 بطولات، هو حامل اللقب على مازيمبي. وهدف اول، الله 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 الله، بص شوف وليد بيعمل من بره ال 18، وليد يلعبها حلوه، يسند عليه تاني ميدو جابر، وليد خطير خطير، جول جول جول. وليد سليمان يعني خاتم سليمان، يا سلام يا وليد، الهدف الثالث هو اللي حللك المشكله، هو اللي النهارده فكلك الازمات الهجوميه. كره ملعوبه، محاولات من جانب نادي الزمالك، استخلص كره حلوه قوي هنا احمد فتحي، احمد فتحي، تحركات لاعبي النادي الاهلي بقى في العمق، وليد سليمان ممكن التعادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك والتعادل من وليد سليمان في الدقيقه 9، ملعوبه حلوه حلوه حلوه، وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وامامنا هنا على طول السعاده، شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلو قوي، عارفين نقاط ضعف بعض. الفتاح الشهير بتاعها تمريره اماميه طالع علي فرج، خطيره، ممكن ممكن، جول جول جول، مش ممكن اللي فاتت دي. وليد سليمان خطير يا وليد، خطير خطير، خاتم سليمان مع وليد سليمان، جونين في منتهى الجمال والروعه. الدقيقه 78 لسه بقول تبديل. يا سلام يا وليد، قصير مكير الى جد وليد سليمان، لا 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 لا، ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ ثنائيه ثنائيه تاريخيه، ثنائيه تاريخيه، الله عليك الله عليك، ارواحنا تناديكم، الكاس الله يخليكم، شكرا عملت اللي عليكم، اي فخر واي مجد واي عزة، النادي الاهلي ما حدا يهزه، اي فرحة واي فوز واي انتصار. هذه محاولة تلعب الان وخطيرة، ووليد سليمان، جول، هدف ثالث، هدف ثالث لافضل لاعبي المباراة، هدف ثالث لافضل لاعبي المباراة، نعم وليد سليمان يستحق الهدف، يستحق الهدف لأنه أفضل لاعبي المباراة، والهدف الثالث مكافأة يستحقها وليد سليمان. هنشوف 6 أحمر داخل البوكس، تتلعب على طول على القائم الثاني، وجول جول 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 جول. سلامات 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 سلامات، الأهلي عاد وهدلك للبلديات، والمكنة طلعت قماش، المكنة طلعت قماش، أحلى قماش من ركنية على طريقة صاروخ الشرق. خبرة من السنوات، تمشي الكرة الآن، عبد الله السعيد، يا سلام، وليد سليمان، وليد سليمان، والثاني والثاني، جول ثاني
وليد سليمان يفعلها ويسجل ثاني الأهداف. شوف الهدف، شوف المتابعة، يا سلام على دفاع المصري البورسعيدي.